مرحبا. لما تسمعوا كلمة بحيرة حيجي ببالكم إنها حتكون كلها مي، وممكن كمان يكون فيها قارب صغير لتتجولوا فيها، لكن القصة بتختلف بالبحيرة المرقطة يلي بتقع بين مقاطعة كولومبيا البريطانية والكندية، فهي عبدء فصل الصيف غير بقية البحيرات، بتتبخر وبتتحول المركبات المعدنية الموجودة فيها لبلورات كريستالية، بتنتشر على شكل دوائر وبتعكس يلي بداخلها من معادن بألوان بتتراوح بين الأخضر، الأزرق والأصفر. وتبين مع الخبراء أن البقعة الملونة هي نتيجة الكمية العالية من المعادن يلي تسربت من التلال المحيطة، واعتبروها من أكثر الأماكن غرابة بالعالم ومصدر مهم لجذب السياح خاصة بالأجواء الحارة بفصل الصيف. ننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم يستمر صيف بين الصح والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية والسادمة بالمناطق الشرقية والبادية، وعم تبقى درجات الحرارة حول معدلات أو أدنى ببعض المناطق. الرياح غربية لجنوبية غربية معتدلة عم توصل سرعتها ل 16 كيلومتر بالساعة، ورطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%، أما البحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 25 درجة. بالنسبة للطقس بالعاصمة دمشق عم يكون غائم جزئيا، وعم تتراوح فيها الحرارة بين 13 و 30 درجة، أما بالمحافظات سوريا كيف عم يكون الطقس؟ بالمنطقة الجنوبية عم يكون الطقس كمان غائم جزئيا، وعم تسجل العليا بسويدا 27 درجة، أما بدرعا عم تتراوح فيها الحرارة بين 17 و 29 درجة، وبالقنيطرة مكفي الطقس غائم جزئيا وعم تسجل العليا 28 درجة، بالمنطقة الوسطى كمان عم يكون الطقس غائم جزئيا، وعم تتراوح الحرارة بحمص بين 17 و 30 درجة، وبحماة عم تسجل العليا 31 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون الطقس مهيأ لهطول الأمطار بطرطوس، وعم تسجل فيها العليا 30 درجة، وباللاذقية عم تسجل العليا 29 درجة، وبلواء اسكندرون عم يكون الطقس ماطر. بالمنطقة الشمالية عم تسجل العليا بإدلب 29 درجة، وبحلب عم يكون كمان الطقس ماطر وعم تسجل بالعليا 32 درجة. أخيرا المنطقة الشرقية عم يكون فيها الطقس سادمي، وعم تتراوح الحرارة بالرقة بين 20 و 33 درجة، وبالحسكة مستمرة الأجواء سادمي وعم تتراوح فيها الحرارة بين 20 و 34 درجة. أخيرا بدير الزور بكفي الطقس سادمي. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة، تبقوا بخير.